كيفاش يتعامل مدرب مثل مع مثل هذه المواقف، خاصة مع الدورات الكبيرة؟ هل أنه يكون فما خطاب مزدوج؟ هل أنه بالفعل وقت اللي عندك لاعبين محترفين كما موجودين في المنتخب الجزائري يمر عليهم كلام مثل هذا، يعني نجموا يصدقوه ونجموا معناه يكون عندهم أداء معناه مختلف على الأداء وعلى التفكير نتاع المنتخب نتاع المدرب نتاعهم؟ لا، هو شوف زي ما تكلموا الزملاء أنه يبغى يشيل الضغوط على المنتخب ويبغى يتلافى الغلطة اللي صارت في الكأس السابقة، هذا شيء منطقي. لكن كنت قدم كلها ضغوط، اذا كل مدرب باش يدخل للفستير ويقول للاعبيه نتاعه راني شارب على التترويات ويلعب ويخرج الجمهور والاعلام الرياضي يقول لهم شارب على التترويات، دونك ما عادش نلقاو حتى منتخب يلعب على حتى التيتر. لا هو شوف هذا المدرب بما فيها باسكي يبدا فما مدرب عنده ثقه في نفسه يقول لك احنا مش هنلعب على الاقل الادوار الاولى. الكلام شوف الكلام شيء واللي تكلموا عنه اي والفعل شيء اخر، بس احنا نتكلم ايش؟ يعني دائما انت ما تكون تحت الضغط، الدوره اللي فاتت كان تحت الضغط لان البطل السابق فاوريدي هو اصلا تحت الضغط. الان يقول لك يحاولنا يعني يهدي الامور وما يسوي ضغط، بس كلامه ما هو مقبول. والسبب ايش؟ جمال بالماضي عنده 5 سنوات مع المنتخب الجزائري، جمال بالماضي عنده تشكيله ثابته، بطل سابق ومشارك في دورات، هذا الكلام ما في حد يصدقه. انت لما تقول كلام، لما انت تكون فريق ما انت مرشح، يعني مو مرشح وما عندك سابق خبره وما هزيت الكاس ممكن، او مدرب جديد داخل على المنتخب الكل يقول يحتاج فرصه وممكن نبني منتخب وممكن نعمل تبديل، بس لما انت تكون بطل سابق وعندك نفس التيم ونفس اللاعبين وتخرج تقول انا ما راح اكون بطل الدوره هذه، هذه انا احس انها روح نظاميه. انا بطل سابق وبالعكس بقاتل على حظوظي الدوره هذه اني انا اكون بطل، بس لما انت تكون منتخب مغمور والاول مره انت هنا تتواضع وتهدى عشان الناس ما تركز معك اكثر وتشتغل لما يعني إذن تعمل مفاجاه. اذا اتفق معك انه تصريح مجانب للصواب ولا يمكن ان يقبله الجمهور الجزائري، يدركوا جيدا حقيقه امكانيات لاعبيه وهو قادر على الذهاب بعيدا في هذه البطوله.